هاي. شيخوخة الرقمية Digital Aging مصطلح عم بيزيد استخدامه مؤخراً للتعبير عن ظهور التجاعيد بالبشرة بسبب استعمال الأجهزة الإلكترونية. وأوضحت إحدى دراسات الألمانية أن الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بينبعث منها ضوء أزرق بيمنع إفراز هرمون الميلاتونين المعروف باسم هرمون النوم. نقص الهرمون بيمنع عمليات الاستشفاء والتجدد بالجسم، بيساهم بنشوء جزيئات أكسجين شديدة العدوانية بتدمر بنية الخلايا وبتتسبب بفقدان البشرة للمرونة وبتؤدي لظهور التجاعيد عليها خاصة بالخدود والدقن. كمان بتصير البشرة جافة وبتعاني من الاحمرار والتهيج وبتزيد إمكانية نشوء الأكياس الدمعية. لتجنب هالعواقب الوخيمة لازم يتم الابتعاد عن الأجهزة قبل النوم على القليلة بمدة 30 دقيقة. مين قال إنه صار فيه مستحضرات عناية بالبشرة بتحتوي على فلتر الضوء الأزرق؟ أنا قال. نشوفكم بكره.